السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم حيل بسيطة لربة البيت. هنا غنبداو بالكفتة، كيفاش نحافظوا عليها ويمكننا نحصلوا على قطع يعني إلا محتاجناها. كنعرفوا بأن الكفتة من الأحسن تكون طازجة، ولكن أحيانا كتكون عندنا كثيرة أو كيكون بعيد علينا بزاف، فبالتالي كيمكن نضطروا أننا نجمدوها. اول شيء خصها تكون يعني بسرعه من عند الجزار نجيبوها، تكون باقه جديده، ونوضعوها يعني في كيس مبرد باش نوضعوها باش نوصلوها للدار. اذا هنا كيفاش يمكننا نحافظوا عليها في المجمد؟ غنوضعها هنا في كيس بلاستيكي، وغادي نبقى نستعمل المدلك باش نبسطها مزيان. اذا هنا غنبسطها باش تكون ما تكونش سميكه، باش منين نحتاجها ما في دغيا يطلق منها الثلج وما تبقاش مجمده. ايضا غيمكن ليا نديرها قطع متساويه. غادي نجيب هذا القطيب ديال الخشب او الا عندكم قطيب عادي، وغادي نقطعها، غادي نعلم يعني هنا خطوط افقيه بهذه الطريقه حتى نكمل الكيس كله. اذا هذه الطريقه راه كتمكنني نحصل على القطع اللي بغيت، يعني محتاجه غير شويه او كثير غادي نخرجوا من المجمد. وايضا ما كتاخذش ليا الوقت باش يزول منها يعني باش تطلق. غنعاود نفس الطريقه في الناحيه الاخرى. اذا هنا باش تكون عندي اما غتكون عباره عن مربعات او مستطيلات بهذه الطريقه. منين نكمل عاد يمكن ليا نغلق الكيس، غيكون خرج منه الهواء. وهذه الطريقه ايضا كتمكنني باش نخزن هذه الكفته في يعني مكان اللي هو صغير. غادي نبنيها بهذه الطريقه، نوضعها في المجمد، والقطعه اللي احتاجتها راني نجبدها. الحيله الثانيه هي بالنسبه للقطعه. القطعه ما تبقاوش تاخذوا تاع البلاستيك، تاع البلاستيك راه يعني كتجرح، ويمكن يكون عندنا البلاستيك في الماكله. اذا خذوا قطعات الزجاج، او كما وريتكم في فيديو سابق خذوا زليجه يكون احسن. ولكن رغم اختيارنا لهاد القطعه اللي كتكون صحيه، ملي كنبداو نقطعوا الربيع او كنقيو الخضره بعض المرات كيطيح لنا يعني شويه تاع القزبر او القشور الخضره كطيح لنا في الارضيه وكتوسخها لنا. الطريقه هي اننا القطاعه نوضعوها في شي بلاطو بحال هذه الطريقه. لاحظوا واخا يمشي القزبر يعني ينحرف على بلاصتو كيبقى وسط البلاطو ما كيطيحش في الارضيه. ايضا يمكننا نلبسوا القطاعه واحد الكيس بلاستيكي الا كنا كنقشروا خضره او كنقطعوا شي حاجه اللي غادي نلقوها بحال مثلا فريز غادي نحيد ليه يعني الاوراق نلوحهم، فبالتالي مباشره كيمشيو في الكيس بلاستيكي وما كيعذبوش. دائما القطعه راها فوق البلاطو. دائما احنا مع القطعه الا بغينا نضفو السمك او شي حاجه باش ما توسخش لينا نديرو واحد البلاستيك فوق منها. اذا هنا كتلاحظوا بانني استعملت غطاء قنينه بلاستيكيه باش نقي نحيد القشور ديال السمك. هذه راه دايرها في فيديو اخر لاستعمالات هاد يعني راس القنينه، غنخلي لكم الرابط. فقط انا درتو غير باش نبين لكم، دائما كنهضر على القطاعه تكون باش تبقى نظيفه، انها نغطيها بفيلم بلاستيكي الا كنا غنقي الدجاج او السمك او حاجه اللي غتوسخها. وبالتالي من بعد اننا نحيدوا هذاك يعني هذاك الكيس بلاستيكي نجمعوه، كيتجمع فيه الوسخ وكتبقى لنا قطاعه نقيه. يعني كما قلت لكم راه قطعه الخشب حتى هي كتكون جيده. دائما في اطار تنظيف السمك، بان جبت تنظيف السمك غنشوفوا هنا كيفاش كيمكننا نحيدوا هذا الدم اللي كيكون لاصق وسط السمك. اذا هنا استعملوا شيتة السنان، نشريوا وحده رخيصه تكون جديده ونخليوها فقط لهاد العمليه. فبالتالي هذه غير حيت عندي السمكه صغيره مع يعني معاوناتنيش، ولكن لاحظوا بانها راه كتنقى مزيان. انا غادي نشللها دابا بالماء وغتشوفوا ما كيبقاش هذاك الكحوله وهذاك الدم وسط السمك، هذا كيعذبنا في النقيه ديالنا.
الكركم بعد ما شللت، لاحظتوا هذيك البلاصه لقيتها الكحله خليتها باش نوريكم بانها ما حيدتهاش باش تعرفوا الفرق. اذا هذه طريقه باش كنحيدوا يعني هذاك الوسخ ديال الحوت. غنتحدث لكم على هذه النشافه، كنت درت فيها فيديوهات ولقات يعني اقبال من الناس لان عندها استعمالات عديده وعديده. اذا هنا فاش غنستعملها، انني غنشف السمك اذا بغيت نشرملو، او يمكن لي نشف الدجاج او ايضا اللحم. كنعرفوا الا بغينا نشرملوه وكان باقي فيه الماء عفوا، فبالتالي ما كيتشرملش مزيان. اذا هنا باش خصو يكون ناشف نستعن بهاد الشبكه اللي كتكون عندنا في الدار وما كنستعملوهاش. ايضا بالنسبه للحاجه اللي كتقليوها مثلا بحال هنا الفريت، انا يعني درته مقلي مره واحده باش نوريكم بانه راه كتنزل الزيت، رغم انني ما كنقليش حتى شي حاجه، ما بقيتش كنقليها. فبالتالي حاولوا طيبوا في الفران، ولكن اللي كيقلي فهذه فكره جيده بالنسبه ليه، نقص الزيت من المقليات. بالنسبه اللي كيعصبوا قشار البيض، اذا كاين واحد الطريقه هي ناخذوا قنينه، تقدر تكون قنينه بلاستيكيه، المهم هذه هي القنينه اللي عندي. كنوضعوا فيها غير شويه الماء، كنغلقوها وكنبداو نرجوا القنينه فغتقشر لينا مزيان البيضه. الا ما درتوش الماء هذيك البيضه غادي كيلا غتهرس غتشقق لكم البيضه، اذا فبالتالي خاص يكون شويه الماء. وغتلاحظوا بان بسهوله غادي نزولوا قشرات البيض. هذا فاش كيكون عندنا بزاف البيض خصنا نقشروه، اذا هذه طريقه يعني كتسهل علينا العمل. وكما قلت لكم ولا بد يكون الماء، ويمكن تستعملوا قنينه بلاستيكيه. الحيله الاخيره وهي اللي كنبغي نعصروا، يعني غير نص حامضه عندي غنعصرها، ما فيها ما يجبد العصاره، داك العظام كينزلوا ليا في السلطه او في الماكله. اذا هنا ندير واحد المصفات باش نعصروا، كيبقاو العظام معزولين على هذا الحامض. كنتمنى هذا الفيديو يكون راقكم، تكون الحيل عجبكم. الى عندكم حيل اخرى فيدونا بها باش نفيدوا الناس، والله يجازيكم بخير، والى فيديو اخر باذن الله.